لذلك أيها الأحبة هذه الأمة فيها خير، هذه الأمة فيها خير. والحمد لله يوم بعد يوم نجد ألق الشباب ونجد همة الشيوخ ونجد ما شاء الله الإقبال على يعني رحاب الله سبحانه وتعالى والالتفاف حول النخب المؤمنة الصادقة الواعية. الأمة الآن بدأت تفرز تلقائيا، صارت تعرف هذا صادق وهذا كاذب، صارت تتساءل يعني وتدقق أن هذا يعني مخلص وهذا لا، هذا يريد الله وهذا يريد يعني مصلحته، هذا يتكلم ما يجب أن 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 يقال، وهذا يهرف بما لا يعرف. الأمة بدأت تميز، الأمة بدأت تميز. أنا حينما ذكر الشيخ خالد جزاه الله خير موضوع أن الناس ينتقدوا الدعاة ومثلا ينتقدوني شخصيا ويظنوا في سوءا، أنا أعتبر هذا وإن كان فيه يعني إساءة لشخص الداعية، إنما أنا أرى فيه ملمحا إيجابيا في حياة الأمة من جانب آخر. فالأمة ما عادت تقبل أن تسلم قيادها لكل من هب ودب، والناس ما عادوا بسهولة أن ينساقوا وراء كل أحد، ولكن مشكلتهم أنهم يعني وقفوا ويعني تساءلوا واستفسروا لكن بطرق غير صحيحة، طرق غير شرعية. تساءل وتوثق، وإياك أن تمشي خلف إنسان أو تسمع له إن لم تتأكد أنه يريد الله ويريد خير الأمة وخير البلاد والعباد. نحن لا نسلم قيادنا لأي أحد أيا كان المتكلم، بدءا بنفسي لا تسلم قيادك بسهولة، توثق. لكن يجب أن تتوثق، نريد منك القرب، نريد منك الملازمة، نريد منك التثبت، نريد منك التوثق بينه، وليس أن تسمع في كل من ترى منه صوت حق فتسمع فيه بوق باطل فتصدق للباطل وتترك صوت الحق. إنما انهج النهج الشرعي في التوثق لكي ننهض أيها الأحبة ويلتف بعضنا حول بعض.